الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. التاريخ الشيعي مليء بالمفكرين، مليء بالمبدعين، جابر بن حيان، شيخ الرئيس، السيد الصدر، السيد الطبطبائي، كثير من المبدعين أثروا الجانب والفكر الشيعي. لماذا لا يوجد الآن إبداع في الفكر الشيعي؟ لماذا لا ننتج المبدعين؟ كيف ننتج المبدعين؟ كل ذلك سوف نتعرف عليه هذه الليلة في مأتم المرخ في قرية المرخ الحبيبة. انتظرونا.